الأخت حنان تسأل بتقول إن زوجها كثير الحلف بالطلاق، ماذا تنصحه؟ طبعا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وعند المالكية لا يحلف بالطلاق ولا يستحلف به إلا منافق، والحلف بالطلاق يمين الفساق، ولذلك ينبغي لها أن تنصح يعني زوجها بمثل هذا. نعم. الله شيخنا الكريم، ولعل الحادثة واقعة عين وتذهب إلى المحكمة إن شاء الله كما يأمر بذلك شيخنا الكريم.